ينضم إلينا من بغداد مصطفى القطان مراسل الغد. مصطفى، بعد أو بإعلان موعد انتخاب رئيس الجمهورية في 25 من الشهر الجاري، هل اقترب حسم الكتلة الأكبر؟ نعم، مرحبا سهام. طبعا ربما باختيار الهيئة الرئاسية للبرلمان بالتالي حلت العقدة الأولى التي تواجهها العملية السياسية في العراق في اختيار الرئاسات الثلاث بعد اختيار محمد الحلبوسي كرئيس للبرلمان، وكذلك نائبي حسن كريم عن كتلة سائرون، وأيضا بشار الحداد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد ذلك طبعا تحديد الجلسة الأخرى في 25 من طبعا هذا الشهر الثلاثاء المقبل لاختيار رئيس الجمهورية، التي أيضا تعد التحدي الآخر طبعا للبرلمان العراقي لكي يتمكن من أن يتجاوزه، خصوصا وأن هذا المنصب سوف يكون من أحقية الأكراد بحسب الاتفاقات السياسية الموجودة في العراق. وطبعا الأكراد فيما بينهم هنالك الكثير من التوافقات من أجل اختيار أحد الشخصيات البارزة في كل من الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. الأسماء طبعا الأبرز المرشحة من الاتحاد الوطني الكردستاني هما ملا بختيار وكذلك لطيف رشيد. أما فيما يخص الحزب الديمقراطي الكردستاني فسوف تكون الترشيحات الأبرز والأفضل هي لدكتور روز نوري شاويس وكذلك هوشار زيباري وزير الخارجية العراقي السابق. بعد اختيار رئيس الجمهورية بطبيعة الحال سوف تتضح الأمور أكثر، وباعتبار أن الكتلة الأكبر سوف يمكن أن تأخذ شكلها بشكل كبير. طبعا كتلة البناء وبعد فوز مرشحها محمد الحلبوسي طبعا برئاسة البرلمان أكد بأنها هي الكتلة الأكبر، فيما اعترضت طبعا كتلة الإصلاح والإعمار على هذا التصريح وذكرت بأن محورها هو طبعا الكتلة الأكبر، وأن هنالك أسماء وأعضاء نواب في البرلمان صوتوا الحلبوسي من خارج كتلة البناء من الاتحاد الوطني الكردستاني وكذلك حتى من كتلة سائرون، وبالتالي هذا لا يعني أن كتلة البناء هي الكتلة الأكبر سهام. شكرا جزيلا لك مصطفى القطان مراسل الغد، كنت معنا من بغداد.